بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آه ان شاء الله الان عندنا اخر محاضره للموديول سيستم بعدين ان شاء الله بندخل بموديول جديد اللي هو الجي اي سيستم جي اي سيستم موديول كثير كويس وسهل ومفيد آه هذا الموديول يعني كمان كثير كويس لكن مثلا هاي المحاضره مش كثير مهمه ومش كثير مفيده يعني لقدام لانه يعني عباره عن تيومرز و تايب اوف تيومرز لكن مش غلط ان نعرفهم جزء من هاي المحاضره حكيناه بمحاضره الدكتور آه نافع فراح نمر عليه يكون سهل والجزء الاخر بحكي لك بس هيك مباشره التيومر والإشي المهم لإله نفس نفس اي محاضره بناخذها يعني في حكينا كل شيء في له الكلمه المفتاح يعني الكي راح آه نشوف من كل تيومر شو هم الكي ورد ساعاته حتى شو ما اجانا راح نعرفهم وبرضه هاي المحاضره بيجي عليها كثير من اللاب اتوقع راح يجي يعني صورتين راح نشوفهم الان متذكر اجونا يعني ايام زمان فاتوقع كثير راح راح ان شاء الله فزي ما شفنا اخر صورة كمان انه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فما في داعي الواحد يعني كثير يضايق حاله انه والله امتحان وكثير صعب وابصر ايش عادي يعني الحياة ماشية فدائما أحكي لك يعني دير بالك يوم من الايام تضايق حالك على اشي يعني بالدنيا الدنيا بتروح بتيجي يعني عادي يعني لانها كلها رايحة بالاخير فالدوام بيروح وبيجي العلامات بتروح وبتيجي اهم شي صحة الانسان وانه اهم شيء كمان الانسان ما يزعل الا على تقصيره تجاه رب العالمين فقط هذا الإشي الوحيد يتزعل عليه تزعل انه مثلا يمر يوم بدون ما تقرا فيه قران تزعل فيه طيب آه وبتزعل اذا اخرت صلاتك بس بنفس الوقت انت مستعد تدرس اي شيء بس مش مستعد تقرا قران ومش مستعد تصلي الصلاه وقته وقتها وقتها بتزعل على حالك اما ما بتزعل على حالك عشان الدراسه عادي ما بيجمعك بيجي معك اليوم بيجي معك بكره وما ما بيجي معك بكره بيجي بعد بكرة, بكره عادي الحياه يعني آه لسه في متسع من الوقت طيب فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله بسم الله فراح نبلش ان شاء الله سوفت تيشو تيومرز الان يعني بحكيك لك سوفت تيشو تيومرز يعني المقصود فيهم connective تيشو تيومرز لكن يعني السوفت كونكتيف تيشو تيومرز يعني الان الكونكتيف تيشو هو فيه بون فيه كارتليج هذول ما بدنا اياهم بدنا الليبد مثلا اللي هو الفات سيلز بدنا الفايبروبلاست بدنا الشغلات هاي فنبلش بسم الله هي بحكي كلاسيفيكيشن ترتيبهم في عندنا ايش عندنا فايبرس تيشو هو عباره عن كونكتيف تيشو سوفت تيشو في الفايبرز تيشو في فايبروماتوسيس اللي هو بناين وفي فايبروساركوما بالنسبه للاديبوز تيشو في لايبوما ولايبوساركوما بالنسبه للهيستوسيتك تيومرز هيستوسيتك تيومرز يعني الان شو الهيستوسايت هي الماكروفاجز اللي وين موجوده ماكروفاجز وين ان ذا كونكتيف تيشو وهي موجودة بالكونكتيف tissue بسموها histocytes فهذا التيور بيطلع من هناك يعني وهي انواع الثلاثة راح نشوفهم كان والسموث مصر اللي بنعرفهم هذول اخذناهم من حضرة نافع ليوم يوم وليوم وبالنسبة لهذول ما راح نمر عليهم الفاسكولار تيومرز راح نمر على ايش البريفرال neural تيومرز اللي هم نيورو فايبروما والشوانوما او الشفانوما والميليجن بريفرال شي تيومر هذا ما بدنا اياه كمان، فهي المحاضرة إن شاء الله تكون كثير سهلة. لا قبل ما نبلش يعني الإشي المفيد أننا إنه نعرفه، لو إجى واحد حكى لك شو هو الموست كومن كونكتيف تيشو تيومر، شو هو الموست كومن؟ فتيجي تحكي له موست كومن كونكتيف تيشو تيومر بدك إياه بي 9 هي بي 9 طيب <applause> شو هو الفيتامين بي 9 صحيح؟ فوليك أسيد ماشي. آه وفي عندي موست كومن إيش؟ مالجنت تيومر ماشي فشو الموست كومن بناين تيومر شو هم الموست كومن مالجنت تيومر اثنين من نفس العائله ذا موست كومن benign تيومر از لايبوما لايبوما هاي اكثر شيء منتشر ممكن تشوف فهو الموست كومن بناين تيومر ذا موست كومن مالجنت كونكتيف تيشو تيومر اللي هو لايبوساركوما راح نجيهم ان شاء الله فبسم الله لاني جوهان بحكي لك البناين فايبرس uh, ليجن الان في عندي انا فايبرو بلاس موجود عندي بالطبيعه بالجسم وهذا الفاي الفايبروس يعني ممكن ايش يصير في عليه يصير يطلع منه ايش بناين تيومر بناين تيومر فالبناين تيومر شو بسموه فايبروما ففايبروما بناين تيومر اذا كانوا كثار هذول الفايبروما شو بصير اسمه توسز شو اسمه فايبروماتوسيس ممتاز لان هاي الفايبروماتوسس شو هي بحكي لك هاي الفايبروماتوسس هسه راح نشوف مثلا انها بتنقسم الى نوعين في عندي نوع سوبرفيشل وفي عندي نوع ديب واضح الان كمان قبل ما نبلش بهذول الكونكتيف تيشو تيوم بشكل عام المالجننت تيومرز غالبا وين بتصيب المالجننت تيومرز بتصيب ريترو يعني ورا البريتونيوم يعني بالابدومين ريترو بريتونيوم وبتصيب الثاي الثاي كثير يعني منطقة كثير مميزة للconnective tissue tumors فالثاي و بيريتونيال راح نشوفها كثير تمام الآن الـ fibromatosis بينقسموا إلى superficial و deep من اسمهم superficial راح تشوفهم بمناطق superficial والديب راح تشوفه بمناطق لجوا فنيجي على superficial fibromatosis أو قبل ما نيجي عليه هو شو أصلا هو group of fibroblastic proliferation في fibroblast cells و proliferation بس هو benign فلن نون نيوبلاستيك، with a tendency to grow infiltrative fashion لأن الاشي المميز بالفايبروس ليجن احنا بنعرف الماليجننت هو اللي بنتريت الادجيسنت تشو صح وبهاجم بدخل باللي حواليه هذا بنعرف المالجننت هون الفايبروما رغم انها بيناين بس ايش بتنتشر فهي بحكي لك with infiltrative fashion في الانفلتراتيف الامفر... فاشن بالوضع الطبيعي بس بنشوفها بالماليجننت لكن بالفاي رغم انه بيناين بنشوفها فيه والشغله الثانيه انه ايش مي اه ريكيور افتر اه افتر سيرجيكال ريموفل يعني ممكن بس اشيلها اه ايش اه خلاص يعني تختفي فجاه برجع بطلع يعني بترجع بتطلع مره ثانيه يعني هاي اللي اه فاذا فا يعني غالبا ترد ترجع تطلع الان نيجي لانواعها السوبرفيشال تنق شوف عليها مثالين سوبرفيشال فاير ماتوس الان في سوبرفيشال فاير بالايد هاي عندي البالم هاي ايدك تمام هاي الايد في عندك بالمر ابونيوروسز موجوده بالبالم هاي بالمر ابونيوروسز هي عباره عن فايبرس باند مزبوط هاي الفايبروس باند اللي هي موجوده هون بالبالم ممكن يصير فيها فايبروماتوزس لان اذا صار فيها فايبروماتوزس راح تشوه المنطقه هاي تشويه المنطقه هاي اخذناه يمكن هالزمنات الايد بتنكمش هيك توطي تقدر تفتح ايدك كويس هاي بسموها دوبترين كونتراكتشر دوبترين كونتراكتشر الايد بتتشنج هيك مش قادره تفتحها ليش هي مش تشنجت شدت لانه هاي البالمر ابنيروس صاير لها فايبروماتوزس فالسوبرفيشال fibromatosis اول مثال عليها اذا صارت بالسوبرفيشال fascia زي البالمر fibromatosis بصير مرض اسمه ايش دوبترين كونتراكتشر وين ممكن تصير كمان بتصير بالبينس لان البينس ممكن يجي يصير فيه fibromatosis وين على على البينس نفسه فاذا صار في fibromatosis على البينس راح برضه يصير ديستورشن راح يتشوه راح يشد الجلد اللي فوقه فراح يعمل لي مشكله فهذا اسمه بينايل فايبر ايش اسمه هو المرض اسمه بيروني ديزيز بيروني تذكر بيروني من بينايل يعني فبيروني ديزيز هو فايبرماتوسيس بالبينس بينما الفايبرماتوسيس بالبايمن ابونيوروسيس اسمه ديبترين كونتراكتشر، فهذول الاثنين راح يعملوا ديفورميتي بهذول الستركشرز سواء كان بالبينس ولا بالبالم الديب الان الديب شو بدك تعرف عنه؟ انه ايش من اسمه ديب فهو بيكون جوا يعني موجود جوا فموجود بالابدومينال وول من جوا بالمسل أو اوف ذا ترانك واكستريميتيز بس ايش جوا؟ هاي وذين ذا ابدومينال كافيتي مثلا عند الميزنتري او البلفيك وول من جوا شو الميزنتري هو اصلا؟ الميزنتري اللي هو folding اوف بريتونيوم بيكون مار فيه ايش؟ البلود فيزلز اللي رايحة مثلا للقولون او للامعاء مثلا اللي بيروح للقولون اسمه ميزو كولون هذا الميزو كولون هو المزنتري تاع القولون اللي بتمشي فيه البلاد فيزلز وهاي الشغلات والنيرو طيب فممكن يصير جوا بهاي الاشياء وهاي الاشياء معروفة ديب هاي الاشياء جوا فبصير اشي اسمه ديب فايب موتوز هنا they are locally aggressive aggressive locally. وهذا الاشي يعني ميزة موجودة بالمالجنت رغم انه هذا بناين بس حكينا هاي الميزة فيه حتى وهو بناين و recur اه اكسجين بترد اه برجع بطلع برد يرجع ويطلع الان هذا الدي فاير موتوسيز له اسم اسمه ديزمويد تيومر فبيجيك سؤال بحكي لك ديزمويد تيومر از بتحكي ديب فاير موتوسيز ماشي ديب فاير موتوسيز صليت على النبي اللهم صل على محمد الان جروسلي شو هو الفاير موتوسيز بحكي لك جراي وايت فيرم تو رابري ابصر ايش انفلتراتيف ماسز ومن سنتي ل 15 سنتي يعني المايكروسكوبيك شو بتشوف بالفايرميتوسس هاي الخلايا الفايرميتوسس آه زي هذا الانسان اللي هون شو ملاحظين على هذا الانسان دبدوب صح هون نفس الشيء الخلايا فالخليه الخليه لما تكون دبه اسمها بلومب سيل فبتشوف انت بلومب سيلز ارنج ان برود فيزيكلز Uh, that ذات بنتريت ذا ادجيسنت تيش وحكينا بنتريشن اوف ذا ادجيسنت تيش هي ميزه للفايبرومايتوسس uh, لكن انت بس بس اجي احكي لك في تيومر بنتريت ذا ادجيسنت تيش رح تحكي لي ملجنت بعده احكي لك لا بس ما في شغلات الملجنت يعني ما في مايتوسس ما في فلومورفيزم ما في hemorrhage ما في necrosis ما في ميتاستاسس تحكي اه معناته هذا آه, بيناين بس فيه هاي الشغله آه, شو اسمه ملجنت معناته فايبرومايتوسس طيب نيجي الان نشوف الفايبروساركوما الفايبروساركوما بده يكون ماليجننت له فهو الماليجننت نيو بلازم بلاست وين بنشوفه غالبا عند الادلت تيبيكالي ديب تيشو ديب تيشو حكينا مين اكثر شيء الكونكتيف تيشو تيومرز بتصير بالثاي وريتروبيريتونيال رح تشوفها مكرره على قدام كمان ثاي وريتروبيريتونيال كثير الساركوما بتحبها with other sarcomas is often recur recur locally برضو بترجع تطلع مرة أخرى اكثر من 50% منهم بيرجعوا يطلعوا بعد ما تشيلهم وكان ميتاسيسايز هيماتوجينسلي طب ليش هيماتوجيناسلي مش على الليمف نود تذكروا حكينا الفصل الماضي انه اذا كان عندي ساركوما يعني كونكتيف تيشو تيومر راح يروح اكثر شيء هيماتوجيناسلي اكثر شيء غالبا بينما الابيثيريال تيومر اللي هم كارسينوما بيروحوا على الليمف نود اكثر لان هذا هيماتوجيناسلي غالبا وين بده بيروح على اللنجز بيروح على اللنجز زي البون كانسر اللي هو الاوسيوجينيك كارسينوم تتذكر حكينا بيروح على اللانجز. بما انه مالجنت تيومر بده يكون انكابسوليتد بده يكون انفلتراتيف بده يكون فيه هيموريج بده يكون فيه نيكروسيز زيه زي اي مالجنت تيومر بالمايكروسكوبيك بنشوف سبندل سيل تيومرز هاي سبندل سيل تيومرز بتشوفها كثير ب كونكتيف تيشو تيومرز حكيناها بهالزمانات باكثر من تيومر برضو هم بتشوفها بس الاشي المميز الان مش السبندل ولا النيكروز ولا انكريز الميتوزز هاي بتصير مع اي مليجرين تيومر اللي شيء اشي اسمه هيرنج بون باتن والله ملزقات ببعض يعني هيرنج بون هيرينج بون باتن شو هي بنعرف احنا انه في لنفرض انه هاي سمكة هاي السمكة هاي راسها وهاي السمكة بيجي هيك صح وهي الذيل تاعها كيف بيجي الشوك تاعها هيك هذا الشوك تاع السمكه صح فالشوك تاع السمكه بيجي زي هيك بحكي لك الان آه هذا النمط اللي زي هيك بيجي اسمه هيرينج بون اسمه هيرينج بون فالسمكه لما يكون زي هيك العظم تاعها اسمه هيرينج بون هون الفايبرو ساركوما بتشبه الهيرينج بون فكلمه هيرينج بون على السريع لازم تعرف انه فايبرو ساركوما تمام طيب هاي الفايبرو ساركوما حكينا بتصيب الادلت طيب في فايبرو ساركوما بتصيب الاطفال اه اسمها congenital fibrosarcoma يعني من اول ما ينولد بتكون عنده او من بعد ما ينولد بشوي فهي occurring before five years و have a much better prognosis يعني هاي كثير كويسه يعني رغم انها بتبلش بكير بس كويسه و rarely metastasize فال congenital fibrosarcoma افضل بكثير من fibrosarcoma العاديه وبتيجي عند الاطفال الهيرنج بون لها هاي الصوره زي ما انتم شايفين تطلع هيك تحس زي في هون امواج او اشي زي هيك هاي الصوره اجتنا هاي الصوره اجتنا راح تجيكم غالبا يعني باللاب فبتجيك الصوره هاي بتحكي شو الباترن هذا بتحكي له هيرينج بون باترن وين بنشوفه بالفايبروساركوما وسلامتك نيجي الان لللايبوما شو حكينا احنا عن اللايبوما قبل هيك قلنا is the most it is the most common benign soft tissue tumor ممتاز نيجي على اختها اللي هي ايش لايبوما لايبوساركوما وهو ايش هون حكيت لكم كمان هو الموست كومون ساركوما بالادلت واضح؟ فاذا هذول اثنين هم الموسكون فنجي نشوف اللايبوما كثير بتشوفه اكثر شيء ممكن تشوفه لايبوما فهو بناين من وين جاي؟ من شو من الليبد يعني السايت وين بتشوفه؟ تحت الجلد بتحسها بيجيك بحكي لك شيء تحت الجلد بهيك بمسكه وكذا شو هذا؟ غالبا لايبوما فهو subcutaneous واستشوب بنشوفه بالظهر كثير ممكن بالنك بروكسيمال اكسترنيتيز باي مكان باي مكان وغالبا ولا بعمل اي مشاكل لكن كوزمتك بروبلم يعني ممكن تكون يوصل لحجم كبير شوي بيجي بحكي لك كبير وكذا مضايقني شيء لي وليا فبشيلوا فهو غالبا كوزمتك بروبلم رادر ذان ميديكال بروبلم فهو ما بيعمل اشي غالبا لكن ايش ما بحبوه كمنظر يعني جروسلي بناين تيومر هذا فبده يكون ويل circumscribed encapsulated uh, lobulated فاتي ماسز شوف الان كونكتيف tissue tumors غالبا ممكن تشوف فيهم اجزاء من بعض يعني هذا لايبوما بس بشوف فيه فايبر ممكن لقدام نحكي عن اشي تشوف فيه فاتي مثلا فاتي سيلز او فات جوه الماكروفيج فكل كونكتد تشو ممكن تشوف فيه اشياء زي هيك وبالمايكروسكوبيك بتشوف انت فاتي تشو ماتشور فاتي تشو وبس ايش حجمهم كبير وانكابسوليتد وامورهم كويسه فبناء لأن هاي اللايبوما انواع انواع في عندك اشي اسمه انجيو لايبوما يعني ايش لايبوما عند البلد فيزل وهي اشي بيميزها كثير مهم اللي هي بتكون بينفول بينفول هاي بتيجي بينفول اذا كانت عند البلد فيزلز ان في فايبرو لايبوما هاي لايبوما بس فيها ايش ماتور فايبروس تيشو وفي انترا ماسكولار لايبوما يعني جوا العضلات لايبوما انفلتريت بالماسل تيشو لكن شو اللي بيميزني بيميز لي اياها ايش انجيو لايبوما اهم وحده بيميز لي اياها اللي ايش بتكون بينفول انجيو لايبوما تريتمنت بتشيلها جراحيا هاي ليبوما بس كبيرة كتفه طالع هاي الفات سيلز معروف في شكلهم طلع هون في فات سيلز لونهم ابيض وفي عندي لون احمر شو هاي انجو ممكن تجيك كسؤال هاي بتجيك الصورة هاي بحكيك شو هذا بشوف انت الابيض هذا لبد واللي جوا احمر بلاد ويزل فهي انجو بحكيلك بحكيك شو الموست كومن مانيفستيشن ممكن يجي فيها المريض شو بتحكي بين بين بس بيجي المريض بين طيب صليتوا على الحبيب اللهم صل على محمد شايف محاضرة يعني كويسة نيجي الآن لللايبو ساركوما لايبو ساركوما هو الماليجنت من الأديبوس تيشو بما إنه ساركوما غالبا وين حكيت بيكون ديب ريتروبريتونيا مثاي نفس الحكي اللي حكينا على وهو ساركوما الموس وهو الموست كومون ساركوما بالأدلتس ذا بروجنوسز الان شو بعتمد بعتمد البروجنوسز وين مكانه وين وحجمه وكذا لان لايبو برضو فيه له انواع فبحكيك لك اون هيستولوجيكال سب مثلا في نوعين اسمهم ويل ديفرنشيتد لايبوساركوما وميجزويد وميكزويد لايبو هذول كويسات محترمين هذول اللي هم ميكزويد و ويل well هذول كويسين وممكن الميكزويد لايبوساركوما يجي بترانزلوكيشن بهذا الكروموسومات هاي أيوة مثلا بحكيك ترانزلوكيشن كروموسوم 12 ل 16 اسوشيتد آه وذ ميكزويد لايبوساركوما فاذا حكيت لك مثلا ترانزلوكيشن بالكروموسوم 12 ل 16 راح يعطي لي بور بروجنوسز لايبوساركوما شو بدك تحكي؟ تحكي لا جود prognosis فايو حكى لك ميكزويد ويل ديفرنشيتد وذ جود بروجنوسز بينما مين اللي مش جود يكون واضح عندي اعراض الساركوما يعني مثلا انه الخلايا صارت بليومورفيك سيلز او بليومورفيزم صار فيها او تكون خلايا دائريه راوند فالخلايا الان راح تغير شكلها يعني آه هاي بتكون ايش اجريسيف وكثير سيء ونفس الشيء ريكير افتر الاكسجين وممكن ميتاسايز غالبا ميتاسايز لل اكثر أشياء يعني الآن لان نيجي للمايكروسكوبيك شو بتشوف بتشوف انت نيو بلاستيك اديبوسايت with lipoblasts lipoblasts يعني شو يعني اللي هي خلايا آه جواتها فات فهي بحكي لك انه cytoplasmic fat vacuole في عندي fat vacuole push aside and in indented nucleus or scalloped nucleus انه هاي عندي الخلية وجواتها فيه nucleus هون بصير في عندي fat vacuole ماشي من الملجنانتس وهيك من وهيك هذا الفات بيأثر على هاي المل... بدزها او اشي بصير شكل ال... النيوكليوس كيف سكالوب شو يعني سكالوب مش زينجر سكالوب سكالوب اللي هو زي الصدفة يعني صدفة البحر كيف تيجي صدفة البحر زي هيك صح هاي صدفة البحر ماشي فهو ايش بص... او انتندد يعني ايش هيك مخططة زي هيك بتصير النيوكليوس فهاي اذا حكالك سكالوب نيوكليوس عالسريع اتذكر يعني لانه اتذكر انه انت اذا اكلت سندويشات سكالوب راح تصير دب راح تصير في عندك كثير لبد فلاعب وساركوما <applause> طيب فهي هون هاي الصورة بس يعني نادر انها تيجي هاي الصورة بس مبين انه فيها فاتي سيلز وبليومورفيك احجامهم مختلفة واشكالهم مختلفة آه مش قادر الصراحة اميز اذا فيهم سكالوب بس انه ممكن انه تميز انه مثلا نيوكليوس المهم مش مبينه يعني مش واضحه الصوره بس انه ايش لايبو بلاست اللي هي فات فاكيولز بتعمل سكيلوب نيوكليوس طيب نيجي الان لشيء بعده اسمه فايبرو هيستوسيتك تيومرز وحكينا الهيستوسايت هي عباره عن ماكروفاجز موجوده وين بالكونكتيف تيشو وفايبرو يعني في فايبرو تيشو الان هذا المرض اللي هو او التيومر اللي هو فايبرو هستو سيتيك تيومر في عندي ايش بنقسم الى ثلاث انواع في واحد اه لغة أهل إربد اللي بحبهم كثير في واحد مليح وفي واحد نص 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 وفي واحد خام هاي يعني باللغة يعني مليح يعني كويس وخام يعني مش كويس وواحد نص نص فهي بحكيك أول شي المليح اللي هو بناين بناين فايبرو هيستوسيتيك ليجن النص نص اسمه بوردر لاين يعني على الحفة والسيء بده يكون مالجنت الخام أي مالجنت فايبرس هيستوسيتوما تمام سهل الأمور إن طيب نيجي الان ل لايش؟ ل آه لهذول المليح ونص نص وخام، هذول نفسهم كمان بتقدر انت كمان تصنفهم حسب وين مكانهم بالجسم، في اشي على الجلد، في اشي تحت، في اشي اغمق لجوه ديب. فالمليح دائما بناين وين شو اسمه اصلا؟ اسمه ديرماتوفايبروما. فبتلاقيه وين على السكن، ماشي بتلاقيه على السكن، واضح؟ بنفس اللايبوما، كيف اللايبوما لو كانت تطلع وبحسوها وكذا وبتتحرك وهيك، نفس الاشي هون اللي هي ايش؟ البناين. البوردر لاين راح تشوف انها ايش موجودة بالديرمس لتحت يعني مع السبكيوتانيوس ليجن والماليجنت راح تلاقيها وين راح تلاقيها باللور اكستريمتز وريترو يعني, يعني ديب ممتاز نيجي على البناين بناين فايبرو فايبرو, فايبرو سيستو سايتوما اللي هو ديرماتو فايبروما فديرماتو فايبروما يعني على الجلد وحكينا ترتيبهم من فوق لتحت على الجلد المليح معناته بناين بريزنت از ويل ديفايند سبكيوتاني واس موبايل نوديول نفس اللايبوما صح وكيرز ان ادلت حلو شو هو تان براون لونه بني وفيرم وموبايل تتحرك وبينلس يعني هو اقل من اثنين سانتي اند ذا ديرمس غالبا اند ديرمس uh, مش لتحت اكثر سايز فيريانت سلايتلي لو يعني ممكن ها ممكن انه يكبر حجمه شوي مع الوقت uh, الان بتشوف المايكروسكوبيك سيلولر بروليفريشن اوف سبندل سيلز بتشوف ليبيد ليدن ماكروفاجز اصلا هيستوسايت حكينا هي ماكروفاجز واضح هيستوسايت هي ماكروفاجز بس هون بحكي لك جواتها شويه ليبيد حكيت لكم الان الكونكتيف تيشو تيومرز بتشوف شغلات متخربطه بيناتهم يعني هو هذا فايبرو هيستوسيتيك تيومر بس شو شفنا جواته ليبيد بينما اللايبوما شفنا جواتها فايبرس ماشي فبتلاقي هيك اشياء مع with مالتي نيوكلييتد سيلز فيعني شوف تقريبا سيلولر برايفريشن في سبندل سيلز ومالتي نيوكلييتد سيلز يعني غالبا بتوحي لك انه مالجنت لكن هذا بنام هذا بناء مالتي <سؤال> مهمه يعني لإله انه آه يعني اشي مميز لإله انك تلاقي ايش سل ولها اكثر من نواه طيب هذا اذا ايش شغلات للبناء شو تريتمنت لإله بتشيله زيه زي اللايبوما اللي حكيناها لانه بشبه نيجي الان للبوردر لاين فايبرو هذا بده يكون لتحت شوي فاسمه ديرماتو فايبرو ساركوما بروتربو بروتوبيرانس يعني احفظها انت هيك يعني احفظها انه ديرماتو مع اللي تحته يعني من عندي طبعا هاي بس احفظها زي هيك الآن slowly growing lesion involved ديرمس dermis و subcutaneous lesion locally aggressive tumor that رايز تو rise to يعني اشي متناقض يعني هو لوكالي aggressive لكن ما بنتشر بحكي والله انا زلمه يعني هسه خلاص اني بنتشر بمحلي ما في داعي اروح واسافر لبرا فهو لوكالي اجريسيف لكن وذ نو no او ريرلي really ميتاسيس لان في كي وورد له بتيجي بالسؤال اللي هي ستوري فورم باترن ستوري فورم باترن انه انا في عندي سيلولر سبندل سيلز بتعرفوا عجل السياره هيك بيجي عجل السياره وهذول هيك زي سبندل سيلز له هيك طالعين طبعا هي الصورة اكيد ما راح تكون زي هيك بس هاي هي الستوري فورم باترن انك تلاقي يعني هيك شغلات هيك منتشرة يعني في عندي اشي وهيك منتشرات هيك زي اشعة الشمس جواته تقريبا تقريبا. Uh, and the presence of مايتوسس يعني هو uh, mitosis malignant فهذا يعتبر بوردر لاين يعني نص نص. Uh, فبنشوف فيو ايش مايتوسس بس انه الاشي مهم لاله اللي هو ستوري فور فالستوري فور القصة اللي انت ممكن تحكيها كستوري تذكر القصة هي عبارة عن ايش؟ لما بدك تحكيها لاولادك الصغار لازم القصه ما تكون كثير بتخوف ولا القصه ما لها مغزى نهائي يعني تكون نص نص احفظها زي هيك ستوري فورم على البوردر لاين طيب تريتمنت لوكال اكسجين تو بريفنت ريكورنس يعني وايد بس اه هاي مهمه انه وايد لوكال اكسجين انه هي التيومر بنشيله مش بنشيله من هون لا بدك تاخذ كمان ايش زي بوردر لاين يعني او زي زي سيف مارجنز من هون ومن هون زياده حتى ايش تضمن انه ما في خلايا هون وما يرجع يطلع مره اخرى خلينا نشوف صورته قبل ما نحكي عن هاي هي يطلع هون بحكي لك انه هيك منتشر هيك 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 هيك, هيك, هيك. طيب هاي ستوري فورم باتن هاي الصوره والله اعلم والله اذا ما خانتني الذاكره انها اجتنا هاي لا انسى موضوع بس ترى بلاش اقول لكم شو موضوعها وتيجي يعني <applause> طيب نيجي الان للمليجننت فايبرس هذا اللي هو خام هذا الخام بصير عند مين بصير اول اشي بالديب حكينا بصير عند الاولد ايجز هي اول كلمة بصير بالديب شغلة ثانية عند الاولد ايجز الشغلة الثالثة بيجي من ورا الريديشن ورا الاشعاع اما يكون اكسيدنتال ريديشن يعني واحد مثلا زي باليابان هذول اللي ضربوا عليهم القنبلة او انه مثلا آه بشتغل مثلا بقسم الاشعه او انه كان عنده كانسر فاعطوه ايش راديو ثيرابي يعني اعطوه آه علاج بالاشعه آه فنتيجة العلاج بالأشعة صار عنده هذا التيومر فإما يكون ثيرابيوتيك يعني أعطوه علاج بالأشعة وصار عنده تيومر أو أكسيدنتال الريديشن فإذا ثلاث كلمات عليه أولد إيج ديب الريديشن تمام شو فيه برضو برضو فيه ستوري فورم فإذا أنت بدك تحكي قصة كمان ممكن مش غلط كان قصة تكون خامة كمان <applause> طيب الان يوجوال تيومر سيل نكرو طبعا الان بما انه هو ماليجنت وكثير سيء بدك تلاقي بليومورفيزم بزار تيومر كثير في مايتوسز وابنورمال مايتوسز وفي نكروسز وفي هيموريدج اشي طبيعي الان شو الموست كومن تايب لاله؟ الموست كومن تايب اللي هو بليومورفيك تايب انه بتلاقي السل أك, اكثر من شكل لها وهذا هو الموست كومن سب تايب فاحفظوا انه اذا حكيت لك شو الموست كومن سب تايب للمالجنت فايبروس هيستوسايتوما بتحكي لها ايش بليومورفيك تايب وغالبا هو اللي بيجي بوست راديشن ساركوما فاذا حكيت لك وات از ذا موست كومن بوست راديشن ساركوما شو بتحكي مالجنت فايبروس هيستوسايتوما هاي بتيجي سؤال ماشي الان في نوع ثاني غير بليومورفيزم اسمه ميكزويد تايب ميكزويد تايب يعني فيه ميوكاسيل آه ميكزويد تايب وهذا انفلاماتوري تايب اسمه نفسه الميكزويد تايب وفي انجوماتويد اه هذا آه الانجوماتويد بدنا نحفظه ليش الانجوماتويد بيختلف عن هذا اول اشي كويس يعني اشوى من هذا بكثير ثاني اشي بصيب الاعمار الصغيرة فالانجوماتويد مالجنان فايبر بكون بيكون يانجر ايجز وذ جود بروجنوسيس تاعه كويس وليانجر ايجز البروجنوس بشكل عام لهذا الوضع الاولاني هو اجريسف تيومر خمسين بالمئة البيشنت يعني كثير سيء هو لكن مين اللي مش سيء الانجوماتويد الفرع اللي منه اللي هو انجوماتويد بصيب الصغار بالسن هذا بيكون جود بروجنوس انجوماتويد تذكر انجوماتويد لايك ان انجل مقارنه بالمالجنت فهذا يعتبر كملاك مقارنه بهذا الشيء هاي <سؤال> ستوري فورم حكينا لاني جا المسل تيومرز اخذناهم بالمحاضرة ذيك بنمر عليهم مرورا سريعا رابدو مايوما هو آه بناين تيومر لوين للايش سكيليت المصر بينما سموت مسل شو بيصير اسمه ليوما يوما فهذا رابدو مايوما هو انكومن بناين تيومر للستريت مسل تيومر بنشوفه ممكن بالهارت بالتنك وبالفجاينا هارت تنك فجاينا كثير بنشوفه او مش كثير يعني غالبا ممكن يكون بالهارت عند مرضى اللي عندهم مرض اسمه تيوبراس سكلوروسيس كومبلكس تيوبراس سكلوروسيس كومبلكس بيكون عندهم تيومر بكل مكان يعني عندهم بالهارت ربدو هيو كارديك ربدو عندهم باللنك هامرتوما عندهم بالنيرفستيشو هامرتوما عندهم بالكدني انجوميولايبوما اسمها عندهم ابصر وين كذا عندهم بالبرين بالبرين نفسه بتلاقي كمان في كالسيفيكيشن وشغلات هناك وبعملهم لهم تشنجات فالتيبرا سكلوروسيس كومبلكس كثير سيء كثير سيء هو اوتسومال دومينانت سيندروم هامر هامرتوماز النيرفس سيستم اي لانج كيدنيز اند كارديك رابدومايوما فهذول اللي عندهم هاي الاشياء بيكون كمان عندهم بالبرين مشاكل فبصير عندهم سيجر وهاي السيجر بتكون سيئه ديفيكلت تو تريتد يعني ليش لانه في كالسيفيكيشن بيكون عندهم بالتيومرز في عندهم همر تومز بالتيوم اسمه بالبرين ماشي هذا الربدو فهو ايش ممكن نشوفه عند اي مرض تيوبراسيكلوس فاذا حكيت لك تيوبراسيكلوس على اتذكر ربدو طيب الان ربدو كوما بتتذكروا حكينا انواعه الالفيولر والتشايلد هود وابصر ايش هيو بحكي لك هو موس كومن سوفت تيشو تيومر اوف تشايلد هود او هون بتبلش اللعبه الان شو الموست كومن سوفت تشو ساركوما عند الادلت لايبو ساركوما شو الموست كومن سوفت تشو ساركوما عند التشيلدرن رابدو مايو ساركوما ها لا تخربط راح تيجي سؤال ان شاء الله طبعا Usually arise before the ذا uh, ايج 20 وغالبا عند الأطفال يعني they occur most commonly in head in head most commonly nasal cavity orbital middle ear نيك اند اور جينيتو يورينري وغالبا يعني بع... بعرف انه جينيتو يورينري داري ممكن يكون بالهيد اكثر شيء هون في كروموسوم ترانزلوكيشن بين كروموسوم 2 وكروموسوم 13 طيب ليش في شيء مهم على كروموسوم 13 يعني في شيء اسمه ريتينو بلاستوما طيب ماشي ريتينو بلاستوما اللي هو ايش تيومر سبروسر جين كمان فهون بين 2 اند 13 مع تو ان ثيتي الان جروسلي بيكون عندي ايش بالبلادر او بالفاجين هذا اللي انا بعرفه وكثير مميز وحكينا عنه انه جريبس لايك -like", زي قطف العنب طالع من الفاجينا فهذا شو له اسم ثاني تذكره كان اسمه بيتيرويد بتيرويد بيتيرويد ساركوم بيتيرويد نفسه هذا هو اللي ايش بصير عند الاطفال بيطلع من الفاجينة از ا جريب لايك سوفت جيلاتينس ماس اسمه ساركوما بيتيرويد فلا تنسى هذا المصطلح In other cases as infiltrative grayish white brown mass inside. الان بالميكروسكوبك في عندنا انواع Embryonal و Alveolar و Pliomorphic Variation uh, بتشوف ايش uh, Rabdomyoblast in the diagnostic cell with granular uh, eosinophilic cytoplasm uh, contain cross striation uh, round or elongated in the later uh, is called tadpole أو سترابسل تاد هو ابن الضفدع سترابسلس يعني الخلايا المحيطة يعني مش عارف يعني كيف بدي ما, ما يعني ما بعرف أشياء الخلايا هاي بالباثولوجي كثير يعني لهالدرجة لكن آه بعرف انه هاي ممكن تجي كسؤال انه بتحكيك تاد بول اور عند الالونجيتد سيلز يعني بنشوفها تو دايجنوس ويتش تيومر بتحكي له رابدو مايو ساركوما ماشي تاد بول اور ستراب سيلز ربدومايو ساركوما الان هذا بما انه هو سكيلتال موصل تيومر راح يكون بوزيتيف لايش؟ للدزمين اللي هو بنشوفه بالسكيلتال موصل والمايوجلوبين صح؟ فهذول أنتجينز احنا بنشوفهم بالسكيلتال موصل فراح يكون بوزيتيف صح؟ راح يكون بوزيتيف تمام الان بروغنوسز هو ايش؟ اجريسف تيومر شو يعني؟ فيري باد تيومر لكن نفس الوقت بحكيلك عند الاطفال ممكن يعني ثلثينهم يطيبوا بط اذا صار عند الادلتس كثير سيء فهون اذا صار عند الاطفال كويس واذا صار عند الادلتس كثير سيء زي بالسلايد اللي قبله هون وكنا نحكي عن المالجننت هذا كان عند الاورد كثير سيء بس كان عند اليانج ايش جود بروجنوسز هون نفس الشيء طيب صلينا على النبي اللهم صل محمد هون هي بحكي لك هاي صورهم بس اتذكر تاد بول او سترابس اتذكرهم ما يساكم طبعا هي بتطلع انت بالاخير من المحاضرة كلها شو هم السيلز هذول بيطلعوا بسيطات يعني ان شاء الله. سموث ماسل اللي هو الليوميوما بناين، لايوميوساركوما ملكنا وين قلنا الليوميوما أكثر شيء بنشوفه؟ بسموه فايبرويد أو ليف تليفات وين؟ بالرحم. بالرحم in the uterus أكثر شيء. فهو will circumscribe لازم بتشوفه مبين هيك. That can arise anywhere in the body but mostly in the uterus. لايوميوساركوما the most. common sarcoma in the GI and uterus هاي برضو بتجينا سؤال What is what's the most common uh, benign uh, what's the most common sarcoma in the GI and uterus شو بدك تحكي لا يوم يسarcoma طيب وين بيكون عند أكثر شيء عند الأدلت لا يبو sarcoma طيب وين أكثر شيء بيكون عند ال children ربدو ما يسarcoma وكير وين عند الأدلت في ميل ممكن يصير عند الميل يوتراس may affect the end extremities and retroperitoneum نفس الشيء يعني بالثاي والريتروبريتونيوم آه الان where they are usually large بيكون cannot be entirely excised يعني ما بتقدر تشيله كويس ليش؟ لانه بيكون منتشر كثير caused uh, cause death by both local ex, uh, ex, extension and metastatic spread. هاي احتمال شو يجيك سؤال؟ يحكي لك انه ال, ال cause of death عند مرضى اللايومايوسار ساركوما بيكون شو هو؟ تحط لك 1 اكستنشن او لوكال اكستنشن 2 ميتاسك سبريد 3 اي اند بي رغم اني مش متذكر الدكتور ضمير بتحط اي اند بي باسئلته لكن اعرف انه هذول الشغلتين مع بعض هم اللي بيعملوا لي سبب الوفاه الحمد لله اللي عفانا وهذا بتشوف شكله من جوا زيه زي اي تيومر ثاني بس ايش انتر فيزيكلز انتر فيزيكلز يعني هيك فيزيكلز ملفوفين على بعضهم الامواج هيك عاملين هاي زي ما انت شايف هون هيك هيك هيك, هيك. أيوه أحكي لك هاي اليوم يوما باندل اوف بي هاي اليوم طبعا بس هذا اليوم يوم نفس الشيء بيجي تقريبا بس إنه إيش هذا المميزه إنه بيكون ولد ساركام يعني بالأخير طيب الآن نيجي لإيش اسمه شفانوما شفانوما أو شوانوما الآن هو هذا بريفرال نيرف شي تيومر شوانوما هو بي ناين الآن أنا في عندي نيرف هي النيرف وهذا شوانوم بيجي فوقه باجي أحكي له شوانوما حبيبي اطلع برا بس حاله بيطلع برا فبنشال بسهوله من النيرف بينما نيجي عن على النوع اللي بعده اللي هو نيورو فايبروما حبيبي نيورو فايبروما حل على النيرف بيقول لك ما بدي احل على النيرف ماشي هي نيورو فايبروما ملزق على النيرف ما بتقدر تشيله وإشي مميز فيه كمان نيورو فايبروما يعني نطيت انا بس يعني عشان ما غيرهم اثنين انه الخلايا تاعته بتحكي احنا خلايا عصبيه احنا خلايا عصبيه من وين لوين؟ لو تحكي لا احنا خلايا عصبيه عشان هيك ما برضى يروح معك طب انا ليش حكيت خلايا عصبيه عشان احكي لك انه هي هي الخليه تاعت النيوروفايبروما، فايبروما النيوكليوس هيك طويله زي العصب زي الحيه كمان الحيه بيحكوا لها بتن فهون بتلاقي فيها ايش آه انه سيربنتايل نيوكلياي بالنيورو تذكر هيك حيه وتذكر انه هاي بتشوفها بالنيورو اللي هي ما بترضى تطلع عن النيرف طيب وليش اصلا هاي ملزقه بالنيرف النيورو لانها انكابسوليتد انكابسوليتد ففاتت وصلت لو انها لو انها كابسوليتد كان ما دخلت بالنيرف نفسه ما انتشرت ولزقت بالنيرف بس لانها انكابسوليتد ما علينا هسه راح نجيها ان شاء الله شوانوما هي بتيجي من بناين تيومر بيجي من شوان سيلز شوان سيلز اللي هم شو هم المسؤولين عن المايلين وين بالبريفرال نيرف سيستم طيب بالسنترال مين مسؤول عن المايلين اللي حكى اوليغودنتروسايت ان شاء الله راح يجيب علامه كويس. وليجودندروسايت بالسنترا. Symptoms are referable local compression على involving nerve غالبا شو بتكون السيمتوم؟ هو بيكون ضغط على النيرف فبيجي مشاكل من النيرف الشوانوما انكابسوليتد encapsulated عشان هيك بنقدر نشيلها بسهولة ماشي؟ <machim> are attached to the nerve but can be separated from it. هاي الإشي المميز جدا لها. Tumor بيكون firm gray masses but may also have area of cystic changes مش <much> مهم. <important> المهم, المهم بهذا الإشي انه في خلايا بتكون انتوني إيه. وانتوني بي هذول اخوان انتوني اي وانتوني بي انتوني اي قرد يعني كثير حركة انتوني بي, بي لا هيك يعني نايط ماشي فانتوني اي بتشوف ايش كثير في هايبر سيلولاريتي فيه بينما انتوني بي هاي بتلاقي فيه هذول شو وهدول هذول التو فورم او التو جروث باترن ممكن نشوف يعني. هو الترنيت الترنيتنج يعني ممكن يصير انتوني اي بعدين انتوني بي فبحكي لك ان انتوني اي

فيريكو فيريكي باديز هذول بدنا نحفظهم او نبصمهم فبحكي لك فيريكويز بادي از وحط لك بهالخيارات انتوني بي بنشوفه بنيورو فايبروماتوزز انتوني اي بنشوفه بنيورو فايبروماتوزز انتوني اي بنشوفه بشوانوما مش بنيورو فايبروماتوزز هذا الجواب الصح فبتحكي له هو انتوني اي خلايا بتيجي بليس 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 بليس, بليس, بليس بلي سيدز يعني زي السياج حوالين بعض أه بشوانوما مش عمر انتوني بي لا بيكون باترن اوف جروث لس دنسلي لانه قليل ولوز مش وورك في يعني وراه هيك طبقه لوز اللي هي ايش زي ميوكس وما عشان هيك بتشوف فيه ايش ميكزويد ستروما انت ميكزويد ستروما ولوز مش وورك ليش لانه ما في كثير خلايا فبتلاقي جوا في سوائل وزي ميوكس و... لكن فيري كوي بوديز ايش اللي هو مع انتوني اي فتذكر انت انتوني اي اقلب الاي بتصفي في, في very كويس هاي انتوني اي وهي انتوني بي واحد uh, فيه ميكزويد وواحد هاي سبندلسز مصفطين كويس وهذا لا ان شاء الله ما يطلع العكس عاد واتبهدل طيب الان <applause> هون النيوروفايبروما نفس هذيك وشو أه, بتلاقيها على السكن <applause> اه الان اشي مهم بالنيور حكينا بنلاقيها على السكن وبتكون ايش مش انكابسوليتد نوت انكابسوليتد عشان هيك ملزقه بالنيرف وما بقدر اطلعها من النيرف والشيء المميز فيها انه نيوكليار سيرب... سيربنتايل يعني زي الحيه هاي نيورو فيبرومة. الان في عندي مرض اسمه نيورو فايبروماتوسيس 1 وفي نيورو فايبروماتوسيس 2 هذا موجود على كروموسوم 17 وهذا موجود على كروموسوم 22 هذا فيه اشياء وهذا فيه اشياء احفظوهم بالمستقبل بيمروا عليكم مروا علينا يعني في الزمانات فاذا نيورو فايبروماتوسيس 1 من اسمه يكون عندهم ايش نيورو فايبروما على الجلد كثار وعندهم اشياء كمان على الجلد راح تاخذوها بالمستقبل ما بدي احكيها واخربطكم فيهم وبيكون عندهم كمان شغلات اخرى بالجسم بالاي بهيك كذا مشاكل نيورو فايبروماتوما 2 ما مش معانا بس انه بحكي لكم انه بيكون في مشاكل بالاذن بيكون في شوانوما نفسه هو هذا في شوانوما بالاير فبخرب السمع عندهم وعندهم مشاكل ثانيه وكذا الان فبحكي لك نيورو فايبروم العاديه ممكن اشوفها سوليتري ممكن واحد بيجيك وفي نيورو فايبروم على جلده واحده او ثنتين مش غلط <applause> مش غلط يعني انه يعني عادي آه لكن انه آه الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم كثير من الخلق تفضيلا الان بينما آه ممكن تكون مع هذا السندروم اللي هو نيورو فايبرماتوز 1 طبعا هو مش بس 1 ممكن 2 كمان بس يعني هون حاطي لك بس 1 فهو ايش اسمه كيوتانيوس نيورو فايبروما هذا بنشوفه على السكن ممكن يكون على النيرف بنسميه سوليتري نيورو فايبروما اذا كان على النيرف اذا كان على النيرف بنسميه سوليتري نيورو فايبروما اذا على الجلد كيوتانيوس نيورو فايبروما الان حكينا ممكن يكون سبو سبو سبوراديكلي يعني مش يعني هيك فجأة بتلقاه او كذا يعني بشكل عادي يعني بشكل مش وراثي يعني هيك فجأة بتلقاه أور uh, associated مع تايب 1 neurofibromatosis واضح؟ طيب the skin lesion is evident as nodule تلاقي على الجلد انت زي نتوءات that may grow to large and become pedunculated يعني بتكون large وبعدين بتصير ايش؟ pedunculated هيك بتصير pedunculated يعني او كيف بدها تيجي هيك الها بدنكل يعني بغض النظر بس انه ممكن قد ما بتكبر بصير بدنكلات يعني هيك طالعة زي نتوء هيك كثير The risk of malignant transformation from this tumor extremely small ها ركز مش extremely high مش كثير بنادر انه يتحول الى malignant طيب الان في نوع اسمه plexiform neurofibroma هذا غالبا غالبا بيكون نتيجة neurofibromatosis 1 اذا حكولك اللي غالبا بيكون مع neurofibromatosis 1 شو اسمه plexiform mostly arising عند هذول uh, of major concern is difficulty in surgical removal when I'll involve the major nerve trunk يعني هذا بلزق plexiform وهذا عنده ايش هاي malignant transformation فاذا plexiform سيء بنشوف عنده neurofibromatosis 1 وبنشوفه بلزق بالنيرف وصعب اني اشيله منه وممكن يتحول الى malignant transformation بزعل لانه بحكي خلاص خلوني ما بدكم تخلوني بتحول الجروس انكابسوليتد انكابسوليتد هاي الكلمة اللي يعني هي المفتاح وورد تمام هاي هي الكلمة اللي كثير مهمة انه انكابسوليتد عشان هيك بما انه انكابسوليتد طلع شو بحكي لك is not possible to separate ليش لانه هو انكابسوليتد فانتشرت الخلايا جوا النيرف فصعب تطلعها في unlike the شوانوما شوانوما محترمة كانت تقدر تشيلها بسرعة لا microscopic examination بنشوف ميكزويد باك جراوند وابصر ايش وكذا لكن اللي بيهمني شغلتين واحدة سيربنتايل نيوكلياي واحدة ماست سيلز بتلاقي فيها انفلاماتوري سيلز اللي هما ماست سيلز ماست سيلز شو بيطلع منهم هستامين صح والهستامين معروف انه هو انفلاماتوري ميدياتر كثير معروف فبتلاقي ماست سيلز وبتلاقي ايش سيربنتايل نيوكلياي اللي هي زي الحية نيوكلياس ممطوطة مط تمام هيك بنكون الان خلصنا الموديول المسكر سكيتا سيستم الحمد لله رب العالمين ان شاء الله بشوفكم موديول جي اي وتضبطوا بتجيبوا علامات عالية باذن الله تعالى وتذكر دائما انه ايش الحياة بتروح والعلامات بتروح وتيجي اهم شي الصحة بعدين الانسان والله يعني الصراحة بخجل على نفسه انه يزعل ويضايق على اي اشي بالدنيا والدنيا رايحة بالاخير يعني الدنيا كلها حكي فاضي وبعدين الواحد برضو والله يستحي على حاله احيانا انه يزعل بحكي حالي طبعا مش عن حد انه يزعلوا وكل هاي الشغلات بتصير بالدنيا يعني قديش في يعني ناس تهجروا من, من اماكنهم قديش في ناس تضرروا بهاي الحروب اللي صارت قديش 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 يعني وبالاخير احنا متضايقين على محاضره وعلامه وعلامتين وكذا تيجي ربك بيسرها المستحيل عند الله سبحانه وتعالى هين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقال ربك هو علي هين طبعا عن مين هذا زكريا عليه السلام ومريم عليه السلام زكريا ختيار عمره 106 سنوات تقريبا ومرته عمرها 100 سنة كان وهي أصلا لما كانت بعز شبابها ما كانت تخلف لكن إيش لما دعا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه وقال له كذلك قال ربك هو علي هين الإشي مستحيل مستحيل جدا مستحيل يعني خلاص ما فيش مجال هين ليش المستحيل من هذا أكثر أنه تلد يعني أنه في أنثى تلد من دون ذكر يعني فهذا اشي مستحيل يعني لو اي حدا بالدنيا يحكي لك بتحكي له تخوف انت فلكن هذا عند رب العالمين شو قال كذلك قال ربك هو علي هين فانت بتحكي عن الله سبحانه وتعالى الاشي المستحيل عند رب العالمين مستحيل هين فما بالك الاشياء الكثير بسيطة ممكن تصير باسهل الامور لذلك هيك دائما نحاول نخلي علاقتنا مع رب العالمين هي رقم واحد فالامور تتيسر ونذكر دائما من اجابني حين ادعوه اجيبه حين يدعوني فإذا دعاكم الله سبحانه وتعالى وقال المؤذن حي على الصلاة، فلازم تلبي دعاء الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الله أكبر، معناته يعني الله أكبر من المحاضرة، وأكبر من الدراسة، وأكبر من أي شيء إنت بدك تأخر الصلاة عشانه، بعدين الله سبحانه وتعالى بدك توقف بين إيديه. المحاضره تدرسها والعلم والتوفيق كله بين ايديه يعني انت كيف بدك تاخذ هاي الاشياء وانت مترك الصلاه مترك القران مترك الدنيا هاي وهي بالاول الاخير هي توفيق من رب العالمين والدليل على هذا الاشي انه توفيق من رب العالمين الحياه كلها انه الان عباده الذكر من اهم العبادات ومن اكثرها اجور بالدنيا عباده الذكر انك تحكي سبحان الله الحمد لله والله اكبر واستغفر الله والله, والله, والله مصلي محمد والشغلات هاي صح لكن الان انت احكي لي مين في واحد مستعد يعني اليوم اللي هو عبارة عن 24 ساعة وخلنا نفرض انه هو صاحي بس 15 ساعة من 24 ساعة هذول مستعد انه من ال 15 ساعة هذول يذكر الله سبحانه وتعالى 10 ساعات مين في هنا حدا زي هيك فينا حدا لسانه 24 ساعة شغال بذكر الله لا او يعني الا من رحمة ربي ليش لانه توفيق من الله هاي الشغلات الله بيسر لك الاشي اللي هو بده اياه فبدنا نكون شوي مع رب العالمين انا بحكي عن حالي والله مشكلتي بحكي اشياء احيانا ان شاء الله الله يهدينا جميعا ويسر امورنا فيعني في نحاول نتقرب من الله سبحانه وتعالى ونتذكر دائما انه وللاخره خير وابقى وانه الدنيا كلها يعني عباره عن عن, عن دار ابتلاء ودار يعني تعب لكن تتحول هاي الدار الى يعني حياه سعيده فلنحيينه حياه طيبه مين هو؟ من عمل صالحا منكم, من صالح منكم من عمل صالحا منكم من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه، والله يعني ما بده يعذبنا يعني الله سبحانه وتعالى ارحم فينا من امهاتنا، وقالت الله سبحانه وتعالى: "وما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟" ليش الله بده يعذبنا اذا احنا شكرنا وامنا؟ لكن للاسف الله سبحانه وتعالى موجود واحنا تاركين ابوابه ونلجا الى ابواب العباد عند اي شيء رغم انه لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين حين يسأل يغضب فاللهم يسر أمورنا الله يسر أموركم ووفقكم سامحوني طولت عليكم ولا تنسونا من صالح دعائكم وذكر دائما أن العبد يكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد فأكثر من الدعاء واسألوا الله سبحانه وتعالى المستحيل فالمستحيل عند ربنا هو هين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من موديول اسمه جي اي سيستم باذن الله السلام عليكم